السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء بالمرحلة الرابعة، نرحب بكم بقسم الصناعة، وإن شاء الله سنة مليئة بالموفقية والنجاح. اليوم رح نبدي محاضرة اللي هي المحاضرة الأولى بالبروستاتيت، هي عن الأناتومي and physiology as related to dental prostheses. معلوماتكم السابقة اللي تخص الأناتومي رح نضيف لها معلومات جديدة حتى نحصل على أكثر استفادة ممكنة بشغلنا العملي للأيام الجاية إن شاء الله. أوكي، محاضرتنا عن الأناتوميكال لاند مارك. طبعا الأناتوميكال لاند مارك هي إكسترا أورال لاند ماركس أند إنترا أورال لاند مارك. الإكسترا أورال لاند مارك أنا ذكرت لكم إياها هنا حتى فقط تصير عندكم معلومات عامة عنها، خاف تحتاجوها بالمستقبل. محاضرتنا اليوم هي تخص الانترا اورال لاند مارك تقريبا، حتى اني محاضرتكم النظري سويت لكم اياها عن الانترا اورال لاند مارك، بس قلت لا بس انه شوي صار عندكم معلومات عامه عن الاكسترا اورال لاند مارك فذكر. الاكسترا لاند مارك عندنا هنا هاي المنطقه اللي تكون بتوين ذا ايز on the nasal bridge اللي هي النيزون، ال medial corner of the eye اللي هي inner conthus، ال outer corner هي ال outer conthus. هذا النيزال بريدج. عندنا النيزال سيبتوم يفصل between two nares. ال ella of the nose هي طبعا important landmark عندنا بالبروستاتيك، هي ال ella of the nose. بعد شنو مهم عندنا؟ عندنا ال tragus of the ear ايضا مهمة، هاي اللاند مارك عندنا. بعد النيزوليبيال سلكس اللي هذا يوصل between the nose and corner of the mouth، هاي السلكس اللي كل ما بالعمر يتقدم الانسان كل ما تكون folded اكثر، يصير بها depression ازيد، وسجل يسوون بها فيلر حتى يقللون الدبرشن مالتها اللي يعني حاليا اللي يريد. بعد عندنا لابيال كوموشور، هالمنطقة اللي هي هذه تعتبر ايضا اكسترا اورال لاند مارك. عندنا لابيومينتال جروف هذا، والفيرميليون بوردر والفيرميليون زون. الفيرميليون زون هذه اللي تكون ريد اور بين ان كلر، الفيرميليون بوردر اللي هو اللاين اللي يفصل between the vermilion zone and the normal skin. اوكي، من الاكسترا اورال لاند مارك المهمة هي النيزوليبيال انجل، هذه الانجل اللي تشوفوها هاي اللي between the nose and the lip، هذه اللاين تو لاين اذا واضحة. طبعا انا جاي اشر بس بالفيديو من ارجع ما جاي يطلع عندكم ما اعرف ليش. المهم هاي النيزوليبيال انجل وتكون رينج بين 90 الى 120 ديجري بالنورمال بيشنت بصورة طبيعيه، ممكن تكون اكثر او اقل حسب كل بيشنت، بس بصوره عامه هي من 90 الرينج مالتها الى 120. هذه ال interpapillary distance، مسافة between two papules، an imaginary horizontal line drawn between the center of the papules of the eyes. هاي المنطقة أو اللاين اللي between two papules إحنا شو نسميه interpapillary distance، أيضا landmark مهمة تستفادون منها بالcomplete denture. ال ella tragus line an imaginary line that extend from the ella of the nose to the tragus of the ear. الصورة الأولى واضح بها اللاين اللي راح يربط بين ال ella of the nose ينتهي بمن بال superior border مال tragus of the ear. هذا أيضا مهم عندنا بالprosthesis، هذا اللاندمارك ايضا بالكمبليت دنشر راح يفيدكم. الانترا اورال لاند مارك منا راح تبدي محاضرتنا الاساسيه واللي جدا مهمه بالنسبه لكم حتى تعرفون هاي اللاند مارك هل هي مفيده او بالعكس تاثيرها على الدنشر.
osseous landmark, osteology. The osseous structure not only support the denture but have a direct relation on impression making procedure, position of the teeth, and contour of the finished denture. يعني احنا البون اللي يسوي لنا سبورت للدنتشر هذا مو فقط راح ياثر على ريتينشن اوف دنتشر، ايضا له تاثيرات جوانب اخرى. مثلا الامبريشن، من نجي نريد نختار الامبريشن تكنيك اكيد تختلف من بيشنت لاخر. مثلا بيشنت عنده سيفير ريزوربشن بالبون، ما استخدم له نفس الامبريشن تكنيك اللي اني اسويها البيشنت عنده نورمال ريج ستراكشر. ايضا البوزيشن اوف ذا تيث، patient صاير class 3 severe class 3، الارنجمنت مال التيث مالته راح تختلف من البيشنت اللي يكون نورمال خلينا نقول class 1. زين، وهذا كله بالتالي راح ياثر على الكونتور اوف ذا فينيش دنتشر. بصوره عامه المكسيلري دنتشر supported by two pair of bone، maxilla and palatine bones. المكسيلري دنتشر راح يقعد على المكسيلري بون and بلاتاين بون، two pair of bone. بينما احنا الماندبولار دنتشر is supported by one bone اللي هو الماندبل. These are two maxilla each consist of central body and four processes. إذا شوي نسترجع الأناتومي مال المكسيلا، المكسيلا مسكونة من السنترال بودي and four processes اللي هن منو؟ اللي هن الفرونتال والأليفيولار والزيجوماتيك and بلاتاين بون. Structure related to maxillary and mandibular edentulous foundation. بصورة عامة احنا قسمنا هاي structure into three categories اللي هي supporting structure. من اسمها supporting راح توفر لنا support للدنتشر. border limiting structure هذه اللي هي تمثل حدود الدنتشر. بعد هذه structure ما يصير الدنتشر يمتد لأن راح يسوي لنا مشكلة، فهي هذه ال border limiting structure. relieved area اللي structure that cannot bear stress نحتاج انه نسوي لها relieved. إذا ما سوينا لها ريليفد ممكن نسوي سورنس وتأذي البيشنت. landmark associated with maxilla، طبعا احنا عندنا landmark associated with the mandible و landmark associated with maxilla، ورح نبدي طبعا ويا المكسيلا. نبدي من limiting structure حدود الدنتشر مالتنا اللي هي منو؟ labial frenum، labial vestibule، buccal frenum، buccal vestibule، hamular notch and posterior palatal seal area. نبدي ناخذهم بالتفصيل. labial frenum it's a fold of a mucous membrane extend from the mucosal lining of the upper lip to the labial surface of the residual ridge at the midline. هذه fold of a mucous membrane contain no muscle fiber but smooth with the muscle of the lip and inserted in vertical direction which create the maxillary labial notch in the impression or denture. هذه الميوكس ممبرين هذه اللي ما بيها مصل فايبر تتأثر بحركة المصل، وبالتالي ممكن انه ترفع ويا المصل وتنزل in vertical direction. زين، حركتها in vertical direction وهذا راح يأثر على الدنشر. فإحنا بهالمنطقة لازم نسوي relieved أو لازم نفتحها. During taking impression should be make border modeling in this area to record the labial frenum. وعادة تكون V-shape notch in the impression or denture. احنا بال patient's mouth نسميها frenum، بال impression or بالdenture نصيح لها labial notch تكون على شكل V-shape depression. اكيد شايفيها او راح اشوفوها ان شاء الله. شلون احصل عليها بالامبريشن؟ لازم اسوي border modeling، لازم احرك الفرينم outward inward outward downward inward، احركها بكل الاتجاهات حتى احصل على الطبعة اللي تطلع لي labial frenum
مضبوطة، وإلا إذا ما طلعنا الليبيال فرينم مضبوطة راح تسوي سورنس للبيشنت، وبعدين نضطر ناخذها بالإنجن، ومن يقول بالإنجن يكون مأخذنا زايد. فإحنا أفضل شيء نطلعها نطلع الشكل المضبوط مالتها أثناء الإمبريشن. Labial vestibule. It's a space extend on both sides of labial frenum to buccal frenum, bounded externally by the upper lip and internally by residual ridge. هذا السبيس اللي يمتد بين البوكال فرينم وبين الليبيال فرينم، يعني بايلاترالي من الليبيال فرينم يمتد للبوكال فرينم، هذا السبيس سميناه ليبيال فيستيبيول. طبعا هذا شنو should be complete contact with يعني الفلانج مال الدنتشر should be complete contact with the labial vestibule. هنا عندنا فلانج مال دنتشر راح تقعد، فلازم تكون in contact with the labial vestibule. يعني شلون؟ لازم الامبريشن مالتنا تكون مضبوطة ونطلعت لنا labial vestibule بصورة صحيحة. ذاك اليوم بالعيادات انتبهت على بعض الطلاب من ياخذون امبريشن على زملائهم ان هم ما يعني ياخذون وقت مناسب للسلكشن اوف تري، يجون اي تري يحطوها بحلق ال بيشنت مثلا. لا، لازم احنا عندنا في فقره هي سلكشن اوف تري، هذا سلكشن اوف تري بحيث يكون التري اللي نستخدمها نوت اوفر سايز اور اندر سايز. يعني من احط التري بالبيشنتس ماوث اشوف انه فتو مليم اكبر من الرج اوف ذا بيشنتس، وهي طبعا تبين من تحطها بالبيشنت ماوث كلش واضحه تبين. لا تطخ بالاسنان، هسه انتم عندكم اسنان مو كومبليت، لا تطخ بالاسنان بحيث تضايقكم، ولا هي كلش كبيره بحيث قوه تدخلها بالبيشنتس ماوث. بالحالتين سواء كان اكبر او اصغر ما راح نحصل على الليبيال فلانج المضبوطه بالدنتشر، ما راح نحصل على ريكورد للليبيال فيستيبيول. اذا لازم السلكشن او النقطه سلكشن اوف تري مالتنا يكون مضبوط. النقطه الثانيه اللي لاحظتها انه انتم من تدخنون التري بالبيشنتس ماوث انتم مثل المستعجلين، طبعا حقكم لانه اول امبريشن، بس ان شاء الله بالمستقبل تنتبهون على هاي النقطه. من تدخلون الامبريشن بالبيشنتس ماوث ما تحطوها استنتروها بالمكان الصحيح، يعني تحطوها ممكن تكون التراي متقدمه كلش طالعه بحيث ما يسيطر ما تحصل على ليبيال فلانج مضبوطه، او راجع كلش لورا. ممكن انه سايز مال التري انت اختاريته مضبوط، بس لما تجي تسوي انسرشن للتري ما تحطها عدل، تحطها اعوج وتحطها مايله من جهه ازيد من الجهه الثانيه. فهاي النقطه هم لازم تنتبهوا لها من تسوون انسرشن للتري اللي بيها الجينيت، باعوا قبل لا تدخلون، شوفوا وين راح تحطوها، ايش قد راح يطلع، تقريبا 2 مليم لازم تكون ابعد من الاسنان عن التري. البوكال فرينم، البوكال فرينم ايضا فولد اوف ميوكوس ممبرين اكستند فروم ذا بوكال ميوكوس ممبرين ريفلكشن اريا توورد ذا سلوب اور كريست اوف ريسيديوال ريدج. اتس كونتين نو مسل فايبر مثل الليبيال فرينم اند اتس اكشن ان انتيريو بوستيرير دايركشن. البوكال فرينم ايضا احنا من نحتاج نسوي لها موديلنج حتى نحصل عليها اثناء الطبعه. طبعا هي حركتها مو بس بالvertical and anterior posterior direction، يعني تتحرك anterior and posterior، فأني أحركها من أجي أخذ impression أسحب cheek، أسحبها mesially، أحركها بوكالي، زين، وأيضا vertical direction، لذلك هي تعتبر تحتاج أكثر كليرنس من الليبيال فرينم لانه حركتها تكون موف ميزيالي بوكالي اند فيرتيكالي باي اكشن اوف ماسل. بوكال فيستيبيول، البوكال فيستيبيول از سبيس ديستال تو بوكال فرينم تو هاميلر نوتش، اتس باوندد لاترالي باي تشيك اند ميديالي باي ريسيديوال ريدج.
The stability and retention of the denture are greatly enhanced if the vestibule is properly filled with the flange distally. So record adequate depth and width is very important. احنا من نجي نسوي recording للبوكال فيستيبيول بالفاينل امبريشن نطلب من البيشنت انه يفتح نص فتحة. او شو نقول له؟ نقول له حرك فتشك الاسفل يمنى يسرى. من يحرك اللي يعني يمنى يسرى ليش احنا جاي ناخذ الامبريشن بالابر ارش؟ ليش نقول له حرك اللور ارش يمنى يسرى؟ حد عنده معلومة عن هذا الشيء؟ ليش؟ لأنه عندنا الكورونويد بروسيس ممكن أنه موف انتيريوري بالحركة مالتها ايش راح تسوي؟ تسوي ناروينج للبوكال فيستيبيول. الكورونويد بروسيس مال الماندبل راح تأثر على البوكال فيستيبيول. فإحنا هاي من نقول للبيشنت حرك الفتش الأسفل يمنى يسرى على مود نحصل على ريكورد للبوكال فلانج مضبوط، مو اوفر ولا اندر. هاميلار نوتش or trigomaxillary notch. It's a narrow cleft of loose connective tissue between distal surface of tuberosity and hamular process of medial trigoid plates. It's considered as posterior boundaries of maxillary tuberosity and it's aid in achieving posterior palatal seal. هذا الهاميلار نوتش إذا شوفوه كلش واضح مع نهاية الماكسيلاري تيوبروسيتي، فالنارو كليفت يمتد إلى الميديال تريجويد بليت. هذا شنو فائدته؟ هو البوستيرير باوندريز أوف ماكسيلاري تيوب أو ماكسيلاري دنشر. من يعني هي حدودة لهنا الماكسيلاري دنشر خلاص بعد ما يمتد. هو أيضا يفيدنا بالبوستيرير بليتال سيل. زين إذا مدينا الدنشر بعد الهاميلار نوتش، بعد هاي النوتش اللي دنشوفه ايش راح يصير؟ راح يصير ريستراكشن بالتريجوماندبيولار ريف موفمنت. وبعد راح يصير البيشنت لما يفتح وايدلي الدنشر ويل بي ديسلوج لانه ممتد بعد الهاميلار نوتش. هاي وحده من الكومبليكيشن لما البيشنت بالمستقبل يجيكم يفتح وايد ويوقع الدنشر معناها هو عابر منطقة الهاميولار نوتش. Posterior palatal seal. It's the soft tissue area beyond the junction of the hard and soft palate on which pressure within the physiological limits can be applied by complete denture to aid in retention. ال posterior palatal seal هذه المنطقة اللي هي تربط بين الهارد اند سوفت تشو أو هارد باليت اند سوفت باليت. هذه المنطقة ممكن انه نسلط عليها ضغط within the physiological limit وتتحمل وتفيدني ايضا بالريتينشن. زين لذلك احنا هالمنطقة نأشرها بالكاس، نسوي لها فد جروف حتى شنو من نحفر هذا الجروف يطلع لنا فد إليفيشن بالدنشر، وهو هذا البوستيرير باليتال سيل. الفايبريتنج لاين شنو؟ از ان ايماجينري لاين دراون اكروس ذا باليت مارك ذا بينج اوف موشن اوف سوفت باليت وين ذا انديفيدجوال سي اه. الحين نقول للبيشنت قول اه حيل انا مود نشوف حدود الفايبريتنج لاين ونرسمها. زين it is extend from one hamular notch عادة يمتد من ال one hamular notch to the other in the midline past تقريبا 2 mm anterior to fova palatina or in front the fova palatina. It's always on soft palate عادة هو يكون بالsoft palate. كل هذه اللاندمارك كانت هي limiting structure. نبدي بال supporting structure اللي هي أولا primary stress bearing area أو تكون secondary stress bearing area. The primary stress bearing area اللي هي the horizontal portion of the hard palate lateral to midline and posterior lateral portion of the residual ridge. Secondary stress bearing area اللي هي maxillary tuberosity والروغي area.
فرق البرايمري عن السكوندري بالبوزيشن عادة تكون البرايمري ستريس بيرنج اريا البوزيشن مالتها يسمح لها بحيث تستقبل الفورس فيرتيكالي، بينما السكوندري ممكن انه تستقبل فورس فد مو فيرتيكالي يعني بيها فد انكلينيشن. لذلك نشوف انه الروجي اريا والمكزيلاري تيوبروسيتي الفورس اللي تجيها ممكن تكون مو at a right angle، بينما ال horizontal portion of hard bullet بالمدلاين والposterior lateral surface of the ridge الفورس اللي تستقبلها تكون at a right angle. لذلك هذا سميناه primary stress bearing. من primary stress bearing area هي residual ridge. It's a bony process that remain after the teeth have been lost. زين هذا residual ridge. زين which is covered by mucous membrane. The residual ridge considered to be primary stress bearing area. أيضا residual ridge will produce ridge fossa or groove and impression. من نأخذ الimpression هذا residual ridge راح يطلع لي بالimpression في the groove or fossa. بس من أصبه راح يرجع مرة ثانية رج. زين هو هذا يعتبر primary stress. Secondary stress bearing area اللي هي maxillary tuberosity. It's the area of the alveolar ridge that extend distal to the maxillary third molar to hamular notch. يعني من maxillary third molar للhamular notch. هنا هاي المنطقة سميناها maxillary tuberosity. It's important and impressive to perceive the integrity of the tuberosity to provide resistance against the horizontal movement of the maxillary denture. هالمنطقة تفيدنا بمن انه تسوي resistant للhorizontal movement مال الdenture. لذلك احنا هو لازم نحافظ على المكزيلاري tuberosity اثناء قلع الثيرد مولر. هواية من الاطباء من يقلعون الثيرد مولر يشلعون مياها باستعجال وبتكنيك ممكن انه تكون خطأ يشلعون وياها المكزيلاري تيوبروسيتي. فاحنا من نجي اذا صادفتكم بالمستقبل قلع للثيرد مولر انتبهوا انه تحافظون عن المكزيلاري تيوبروسيتي لانه هاي مهمة لمن البيشنت يعتاز انه يسوي كومبليت دنشر على مود يسوي ريسيستنت للهوريزونتال موفمنت اوف ذا دنشر. الروجي اريا أيضا تعتبر secondary stress bearing area or a raised area of dense connective tissue radiating from the median suture in the anterior third of the bullet. كلش واضحة هذه اللي قاعد تشوفوها هي هذه الروجي area. It's a fold of a mucus or of a mucosa play an important role in speech. بعض الحروف من نريد نلفظها ما نقدر ننطق مخارج الحروف إلا with tongue in contact with the rugi area. لذلك هي مهمة بالspeech. Also regarded as a secondary stress bearing area in this area resist anterior displacement of the denture. لأنه هو الrugi area بها فت curvature فالforce تجي ما تجي عمودية عليها تجي at angle فتكون secondary stress bearing area. وتفيد بيمن انه تسوي anterior or resistance للanterior displacement force بالتالي تحافظ لي على الدنشر. من ناخذ impression لازم نحافظ على الروجي اريا مش قد ما نقدر ما نسوي لها distortion. مرات بعضكم ياخذون impression ويحط ايده عليها مثلا ويصير بها distortion. لا لازم نحافظ على الروجي اريا جدا مهمة. هسه وصلنا للريليف اريا او ريليف لاند مارك بالنسبه للمكزيلا اللي هي انسيزيف فورامين اند بابيليا كناين امينانس زايغوماتيك بروسيس او نصيح لها مالر بروسيس ميد بلاتاين ريفي فوفا بلاتينا وتورس بلاتينس. احنا هاي المناطق نسوي لها ريليف ليش؟ لانه ممكن لاسباب انه اكو تحتها فد نيرف او فازل ممكن يتأثر اذا صار عليها فورس او السكن نفسها ما تتحمل
الفورس ممكن يسوي ulceration وتأذي البيشنت. فالأفضل إنه هالمناطق نسوي. الانسيز فورامين is located in the midline of palate posterior to maxillary central incisor just behind the crest of residual ridge. If care is not taken, the impinging on the nerve by the denture could occur. مثل ما قلنا هنا هاي المنطقة الانسيزف فورامين رح يطلع منها مثل ما نعرف الانسيزف نيرف and vessel. فإحنا لازم نسوي لها ريليف. إذا ما سوينا لها ريليف ممكن سلط ضغط على النيرف يصير uncomfortable sensation للpatient أثناء wearing the denture during wearing the denture. The incisive papilla is a pad of fibrous tissue overlay the foramen. فوق الفورامين شكو أكو incisive papilla. In edentulous mouth it's mainly close to the crest of the ridge. إحنا قلنا كل ما البيشنت يصير عنده resorption هذه الانسيزف بابليا راح تمشي خلينا نقول تمشي او تتقدم باتجاه الكريست اوف ريج. مرات بيشنت عنده سيفير ريزوربشن نلقى الانسيزف بابليا على الكريست اوف ريج وهاي يسوي مشاكل لازم نسوي لها جود ريليف. السيجنيفيكانس مال الانسيزف بابليا اولا هي تعتبر ستيبل لاند مارك از ريليتد تو انسيزف فورامي through which a neurovascular bundle image and lie on the surface of the bone. هي فد landmark يدخل من خلالها أو يطلع من خلالها neurovascular bundle ويمر من خلال البون. بالإضافة إلى أنه هي تعتبر biometric guide give an information about location of maxillary canine. فد guideline أو biometric guide يحدد لي المكزيلاري كناين شون through a perpendicular line draw a posterior to center of the incisive papilla to sagittal plane pass through the canine. هذا ال perpendicular line إذا شوفوا ال perpendicular line drawn through posterior drawn posterior to the center of the incisive papilla هذا ال perpendicular line ويا من يتقاطع ويا sagittal plane اللي يمر من خلال الكناين. بعد شنو ال significance مالتها it's an abiometric guide give information about the position of central incisor وهي كلش مهمة. ال central incisor ال position مالته يكون about 8 to 10 ملم anterior to incisive papilla. الكناين إمينانس أو يصحوا لي الكسبد إمينانس it is around bony elevation in the corner of the mouth. هذا البني إذا تتحسسوا موجود في the elevation بالcorner of the mouth represent the location of the root of the canine لأنه إحنا مثل ما نعرف الروز مال الكناين يكون ضخم فيكون إلى فد بروز ظاهر من نشوفه من برا وهو هذا الكناين إمينانس. طبعا هو هذا مهم ليش لأنه ينطيني فد جايد للسيلكشن and arrangement of maxillary anterior teeth بما أنه راح يحدد موقع الكناين راح أتحدد أنه بالسيلكشن والارنجمنت of anterior teeth. الزيجوماتيك بروسيس أو المالر بروسيس أيضا هالمنطقة تحتاج من عندنا ريليف in some cases. It's located opposite the last molar region. Some denture required relief over this area to prevent soreness especially in severe resorbed ridge. هالمنطقة هالي تشوفوها مكانها opposite to the first molar region هنا المنطقة تكون الميوكوزال coverage مالتها very thin لذلك تحتاج من عندنا انه نسوي لها ريليف. اذا ما سوينا لها ريليف ممكن تاثر adverse soft tissue reaction ويسوي لنا soreness والبيشنت راح يجي يعاني من عندها. الميد بلاتاين ريفي it's overlay the medial palatine suture. الفوق بلاتينا ايضا تحتاج من عندنا
نسوي لها ريليد هي a small pinpoint depression in the midline in the posterior part of the bowel located usually on soft palate. They are usually forming a collection of muscle of mucus gland duct. هي عبارة عن duct of mucus gland. These are considered an ideal guide for location of posterior border of the maxillary denture. بالاتينس بعض الكيسات تجي بيها فد بوني برو هارد بوني انلارجمنت اوكر ان ذا ميد لاين اوف ذا روف اوف ذا ماوث بالهارد بلت. تقريبا 20% اوف بيشنت عندهم التورس بالاتينس اكيد تحتاج ريليف اذا كان small size in size أو تحتاج surgical correction إذا كانت التوراي very large and extend to vibrating line. And thank you. طبعا هنا ننهينا الجزء الأول من محاضرتنا فيما يخص الأناتوميكال landmark. حكينا عن المكزيلري landmark سواء كانت limiting or supporting or relieved. المحاضرة الثانية رح نحكي عن mandibular landmark إن شاء الله ونكملها.